نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي برا. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، كان نفسي عيش بتوشر. مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر، محكوم علي عيش مع ناس بتوشر، مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر. ايه ده يا جيجي اللي جايباه معاكي ده؟ في حاجة يابا؟ لا مفيش. هي يما فلوس عشان اشتري بيها بضاعة بكرة الصبح، وحسك عينك الافندي اللي بره ده يعرف عنها حاجة. ما تخافيش مش واخد بال، بس أنا اللي عايز أعرف جايباهم منين دول؟ هكون يعني جايباهم منين؟ أنتِ ناسي إن الشيمي مديني فلوس وحاجات؟ الله، بعدين أنا خايفة الحكومة تبقى تاخدهم مني في أي وقت. طب وشايلاهم هنا ليه؟ بصي الولاية بقول لها إيه بتقول لي إيه؟ بقول لك خايفة الحكومة تيجي الفيلا تاخدهم مني في أي وقت. الله، وبعدين انا مش لازم اامن مستقبل الواد اللي في بطني ده ولا ايه ياما؟ عندك حق يا حبيبتي. والنبي بقى اطلعي للافندي اللي بره ده وخليكي قاعده جنبه، مش عايزاه يعرف الحاجات اللي انا جبتها هنا. ما تخافيش. بقى ما تتعبليش قلبي فيه ايه؟ اصبري بس يا ست سماح. طب ما تديني المخزن ليه وين؟ يا ست تعالي بس وخلاص. ايه يا نحله ما تقول؟ اتقلي بقى.
براءتها هتطلع ومفيش حد هيفتح بقه تاني كلمه ما تقلقيش عليها سماح بجد يا ريت بجد وانا عمري قلت لك كلمه وطلعت غلط يا سماح لا بس المره دي يعني مختلفه شويه ما كنتش عايزه ابنك يجي وتلاقيك في السجن ابني لسه راجعه من عند الدكتوره دلوقتي وقالت لي انه حصل انت سامح بتقولي كده عشان تهديني وخلاص ولا بجد؟ لا مش شريفة ابدا ده بجد بس انا عارفه يعني عشان انت شايفني بعيط وكده ودي كانت اكتر حاجه نفسي فيها بس انا مش حاسه بطعم اي حاجه من غيرك يا ماما انا مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اعمل اي حاجه هترجع لي يا طب يلا يلا تعالى كلنا بحاجه كده وتشطف كده وعمتك هتموت عليك كمان ما ينفعش يا سماح ما انت عارفه عمتي ترمي كلمه كده ولا كده الحكومه هتطب عليا هنا سلميلي عليها وقولي لها ما تقلقش وحياه ابننا اللي احنا لسه مش شفناهوش ده هرجع لك يا سماح طب انت ماشي كده على طول يعني لازم امشي يا سماح هتيجي بس شلطه فيها شويه هدوم اعرف اتحرك اليومين دول ها خلي بالك من نفسك ها سرقة ايه وفلوس ايه اللي بتتكلم عليهم دول يا مام؟ اي حلوة ما اسمهاش غير سرقة انا رحت الفيلا وشفت الخزنة اللي انت فضيتيها اسمعني كويس قوي يا جيجي ترجعي كل تفتوفة صغيرة خدتيها من عندي والا قسما بالله لعلمك الادب وفرج عليك الناس كلها وجرجرك في الاقسام وانت عارفة كويس قوي ممكن اعمل فيك ايه اقسام؟ اقسام ايه يا ام اقسام؟ الاقسام دي اللي زيك يا ماما مش لينا وبعدين بقى لو عايزه تروحي الاقسام يلا بينا واللي عنده حاجه يطلعها ونشوف بقى مين فينا اللي هيتحبس واحده خدت فلوس جوزها ولا واحده بتهرب الاثار مع ابوها بره البلد بجد اه بجد الشيمي قال لي على كل حاجه وفهمني الفوله واللي فيها فاللي بيته بقى من ازاز ما يبقاش حد في الناس بتطوب يا دلوعه بابي ويلا بقى من هنا بدل ما اوريكي وش الحواري اللي بجد لا حلو وش الحواري ده تخليهولك انتي لانه لايق عليكي قوي انتي واشكالك بس افتكري يا جيجي ان انت اللي ابتديتي لا خفت انا وبعدين ده حقي وحق ابني ابنك اه ابني ما تزعليش على اللي حصل لك يا جيجي لاني هكرهك اليوم اللي انت اتولدتي فيه وطلعتي فيه على وش الدنيا لا خفت انا يا فاروق الحقني بتاس الخدة يا اخويا ماشي خلينا نشوف مين اللي هيضحك في الاخر ماشي يا اختي مع السلامه والقلب دعيلك وما تبقيش تقطعي في الجوابات بعد أي ثورة أسقطت نظام بتظهر مجموعة تانية من القوة سواء جديدة أو من نفس النظام وبعدين يا أستاذ سراج هنفضل كده كتير أدينا داخلين على انتخابات رئاسية وسناديق وهنشوف الناس هتحترم النتائج ولا لأ المشكلة إن الناس ممكن تعترض على النتائج حتى لو كانت الانتخابات نزيهة بس إحنا كده مش هنخلص لو في واحد فاز التاني مش هيسيبه في حاله دول خلاص طلعوا على التلفزيونات وبيفرشوا الملايات لبعض هو ده التحدي اللي لازم نقابله ازاي نوصل للناس ان اللي عايز يخدم مش شرط انه يبقى رئيس عشان يخدم فهماني يا امينه اه فاهمه يا استاذ سراج بس ده مش هيحصل في يوم وليله المهم يحصل مش مهم في قد ايه لازم نوصل للناس يعني ايه ديمقراطيه لو كنا فعلا عايزين ديمقراطيه وده اللي هنشتغل عليه في تحقيقنا اللي جاي تمام دي مجموعه صور لاشراف دولي للمراقبه للجولة الأولى مهم جدا تنزل مع التحقيق ايه ده؟ عدنان؟ الراجل ده كان بيعمل ايه في الانتخابات؟ بيعمل ايه في الانتخابات؟ هو قال لك ان هو كان من المراقبين فيه ايه؟ مراقبين ايه؟ انتوا عارفين ده مين اصلا؟ مين؟ الراجل ده جاي يولعها اكتر ما هي ولعه الراجل ده انا عارفه كويس الراجل ده هيخربها هيخرب الدنيا وانا عارف ده كويس عدنان يا مينا عدنان اللي كلمتك عنه
انت تاخد مني المزار وجريتك تخش تسرقنا وتكسر الخزنة اللي عندنا في البيت. انتوا ايه؟ متعرفوش غير انكم توجعوا بس. دور على اي حد في الدنيا دي عشان تنصبوا عليه وتسرقوه؟ هو ده بس اللي تعرفوا تعملوه في حياتكم؟ ربك ربك بيضرب الظالمين بالظالمين، صح؟ ليه؟ وانا كنت ظلمت مين يعني عشان تظلمني معاك كده؟ ظلمتي نفسك وظلمتي حتة العيل اللي ربنا رزقك بيه من الدنيا. نسيتي ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي يا رامي اوديك مشوار ونروح النادي مع بعض. مامي عندها مشوار مهم، وتروح تقابلي الواد بتاعك وتغيبي بالساعة والاتنين والتلاتة والاربعة والواد ملطوع في النادي محدش معبره ولا بيسأل فيه، صح؟ يعني انت عايز تفهمني يعني انك عملت كده عشان خاطر رامي؟ عشان خاطر رامي، وعشان خاطر اللي زي رامي، وعشان خاطرك وخاطر الناس اللي زيك اللي ما يستاهلوش ان يبقى عندهم حد زي رامي. على فكرة انت بتقول اي كلام، بجد بتقول اي كلام. انا حبيتك بجد يا يوسف من قلبي، عملت كل حاجة في حياتي عشان اكون معاك، وانا عارفة ان انت بتلوم نفسك مليون مرة على اللي انت عملته معايا، لكن انت مش عايز تبين لي، وعارف ان اكتر من كده كمان، عارفه ان انت لسه بتحبني لغايه دلوقتي. الكلام ده ملوش عايزه دلوقتي ولا منه فايده، واذا كان على حقك فهو هيرجع لك على داير الملي. يوسف انا مش جاي اتكلم في حق حقك، انا لسه بحبك. انت ليه مش حاسس بيا؟ ليه مش عايز تحس؟ انا بحبك بجد وعايزك تبدا معايا. انا محتاجه راجل في حياتي دلوقتي، خصوصا بعد ما بابا يسافر. لو على راجل في حياتك يا غاليه فالف من يتمنى غاليه الشيمي، بس انا مش واحد منهم. كده كده لو احتاجتيني قوي اكيد هتلاقيني برضو، انا مش نادلي. لولا سبعين ما كان هنا أأمن من غيره. وسيبيني بقى أرجوكي، خلينا أشوف الدهشوري الزفت ده اتأخر ليه. مع السلامة. دهشور انت مالك في ايه؟ ميني؟ ميني، انت شفت عفريت ولا لستني؟ ها وانساك ازاي؟ ولا اللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي. اللي عملته انت ومراتك مع اخويا لازم يتنسي. هو اخويا فين صحيح؟ مش عارف. طب بص حاولي عشان ما نزعلش مع بعض. مش عايز اسمع كلمه مش عارف دي. ممكن تقولي مش فاكر، ناسي، هحاول افتكر يا عم ميني، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجه، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شويه. ميني اعلى ما تقوليش اعلى، انا كده كده ضايع. بس ايه رايك بقى نضيع مع بعض؟ بتلم علينا الناس ولا ايه؟ انت كده؟ انا بس مش عارف انت عملت معايا كده ليه؟ ده انا يا اخي عملت لك كل حاجه. كل اللي كنت بتؤمر بيه كان بيتنفذ لك. صح مش صح، حقك مش حقك، كان بيجي لك من بق الاسد يعاوني، صح ولا لا؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاك. تعملها مع اخويا ليه؟ ها؟ ليه؟ مين من عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ما دي برضه عاوني اوامر، بس اوامر في الدنيا. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ اهدى كده، انا عايز اعرف اخويا فين. رد عليا.
ده شوري الخطف. اه افتكرت يعني. طب كده ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دم على ايه؟ ما كنت تفتكر من بدري يا اخي. ماشي الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي. انا لسه كنت اكلمه لولا انت جيت. انا وجاي في طريق يعني استناه. ايوه ماشي لحد ما يجي بقى. انا مش عايز اسمع صوتك خالص ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش. اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر خش. حاضر. يا رب يا رب. انا مش عارفه اقول ايه بس انت اكيد حاسس بيه. يا رب ما توريني حاجه وحشه في الرايق والنبي يا رب عشان هو مش وحش. ده طيب ابن حلال ومظلوم مظلوم وحياة حبيبك النبي. يا رب ما توريني في حاجة وحشة. وبعدين ده يتيم وهو اللي بياخد باله مننا ومن أخوه ومن عمته. يا رب النبي ترجعه لي وتخليه يفرح بابنه ابنه اللي مستنيه. أنا عارفة يعني ممكن الواحد يكون عمل حاجات كتير غلط بس انت بتسامح وانت الوحيد اللي انا اقدر اشتكي له. وعارف ان احنا ملناش حد غيرك. والله العظيم ملينا حد غيرك. والنبي يا رب ما اشوف في حاجه وحشه ابدا وترجعه بالسلامه. ويعني بس انا عارفه ان انت مش هتوريني في حاجه وحشه عشان تعرف ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. يا رب فك كربه. يا رب فك كربه. والنبي مين البيت؟ انزل. اه والراحة مين البيت؟ انزل. تعالى وين اخويا؟ فين؟ اخوك اهو. تعالى فيك اهو. انزل السلاح. محدش يضرب ناري يا ولاد الكلب. خد السلاح. اخويا فين؟ اخويا فين اللي فكرت بيه؟ والله العظيم اخوك بخير. تعال وروني. الله. من هنا من هنا يا سيكا بيه. رد على مين بيه؟ اهو اهو من هنا. اخوك بخير والله. تعال وريني. سيكا بيه اهو اهو والله اهو زي الفل. احنا كلنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو سيكا بيه. رد على اخوك اهو. سيد عامل فيك ايه؟ ما تخافش يا حبيبي. ما تخافش يا سيكا. طب يا سيد انت اللي عامل فيك ايه؟ حاجة ده شوري. يلا انت بقى وداد السيد الجمل. خير يا بيه. فاطمه فين؟ فاطمه انت صعبات يا وليه؟ انت فاطمه بنت اختك ايه مخبيها فين؟ انا ما اعرفش. بتشوفها في بيتها يعني؟ مش عايزه تنطقي؟ الله اتكلم على حاجه ما اعرفهاش يا بيه. انا ما اعرفش حاجه. تمام قوي. افتحوا الباب ده وطلعوا لي كل اللي جوه. فتش المكان كله. انا مال انا مال الحاجات دي؟ انا مال اه ونبى. انا ماليش دعوه ولا اعرف عنها حاجه. انا ست غلبانه في حالي. انا مال انا وماليش. مش عايزه وانا ماليش دعوه. افتح الباب شوف مين اللي جوه. ما اعرفش حاجه عن فاطمه دي خالص. ما عملتش حاجة حلوة قوي. فاطمة دي ولا رجلك أنا بقى؟ قدامي أنا رتبت كل حاجة
كلها كام يوم وهتسمع اخبار كويسه ان شاء الله. لا 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 اطمن اطمن سيادتك. مع السلامه. العمليه دي لازم فيها الحذر. لو حصلت اي غلطه هتبقى مشكله. وانا ما بحبش المشاكل. ايه؟ مالك؟ قابلت مراد؟ تمام سعادتك. امال مالك؟ في ايه؟ دهشوري تعيشت هون يكلمني وقال لي اني مين اللي بواصله معاه. انا توقعت انه يطلع الدهشوري. كلمت الدهشوري في التليفون ما ردش علي. خدت بعضي وجريت على هناك وشفت اللي حصل. الغلطه دي انت نفسك هتدفع ثمنها غالي قوي يا سيد. انا قلت سعادتك من اول ما الولد هرب ان انا قلقان انه يعمل حاجه كده ولا كده. انا قلت لك عينك ما تغيبش عنه. حصل سعادتك. لا ده يكون عندي خلال 24 ساعة. ماشي سعادتك. أنا هنزل أدور عليه بنفسي. مش هينفع. اشتريه من زمايله. طيب. حدد له سعره واشتريه. العيال دي ما بتبيعش بعض سعادتك. وإلا كنا استفدنا من زمان. محدش مالوش سعر. المهم الطريقة. طريقة الدفع. ال 24 ساعة المهلة اللي أنا مديها لك دي هيدفعوا من عمرك يا سن إن الولد ده ما جاش. ما تتحركيش من هنا خالص مهما حصل. ديبو أنا خايف عليك قوي. ما تخافيش ربنا هو الحافظ. يلا خلي بالك على نفسك. يلا بس اقعدي. يا حبيبي لازم يكون في مخالفات في الانتخابات دي عشان نصورها ونظهرها في وقت معين. انزلوا الشارع وادوا الناس فلوس وصوروهم وهم بياخدوها. برافو. لازم يكونوا من انصار المرشحين الاثنين. هكلمك بعدين. اهلا يا ديبو. اتفضل اتفضل. تتكلم مصري ولا ايه؟ مصري وتونسي وليبي ويمني كمان. اقول لك 100 مره لو نزلت مصر هكسر رجلك. ايه اللي جابك؟ ليه كده؟ احنا مفيش بينا وبين بعض مشاكل. ده انا بدور عليك من ساعه ما نزلت مصر. حيط امك هصيع عليا هصيع. انتوا كده انتوا المصريين ما بتعرفوش تتفاهموا. كويس انك عارف ان المصريين ما بيعرفوش يتفاهموا. فين فلوسي؟ لو صبرت عليا هتعرف ان انا بدور عليك عشان ادي لك فلوسك وارباحهم كمان. يا حبيبي انا مش عايز ارباح. انا ما شلتش فلوسي عندك عشان عايز ارباح. انا عايز فلوسي وبس. حاضر هكتب لك بيهم شيك حالا. الشيك ده روح امك تقبله وتشرب ميته. انا عايز فلوسي في ايدي. ما انا ما معيش سيوله. والله ولا هيبوظوا الانتخابات. اللي بعتهم يبوظوا الانتخابات. هتديهم فلوس منين؟ احنا ما بنبوظش حاجه. احنا منظمه حقوقيه بنراقب الانتخابات وبس. عدنان جاي يراقب الانتخابات وبس. عدنان بتاع الفبركه والتوليع والفتن جاي يراقب الانتخابات وبس. الكلام ده تقوله لحد غيري. حد ما عاشركش وعارف انت بتعمل ايه. فين فلوسي؟ لاخر مره بقول لك فين فلوسي. حاضر هدي لك كل فلوسك. كل اللي انت عايزه هديهولك. ممكن اروح اجيبهم؟ اتفضل اتحرك. حاضر. اتفضل يا سيدي فلوسك اهي. اتفضل. اتفضل. ديبو ديبو اخرج من عندك بسرعه. مش عارفه في قلق غريب قوي في الريسبشن. طول عمرك وسخ هتفضل وسخ. وقفت هنا ليه؟ مخنوق يا مينا. مخنوق قوي. طب ما انت حقك رجع لك. مخنوق من ايه بس؟ خايف. خايف عليكي. مرحة ولا من كل ناحية. وانا ممكن اموت في اي لحظة. اوعى تقول كده. واوعى تخاف طول ما انا جنبك. انت ما كنتش بتخاف وانت بتعمل الغلط. ابتديت تعمل الصح وتيجي تخاف دلوقتي؟ خايف يا مينا. خايف تندمي في يوم انك عرفتيني. انا لخبطت لك حياتك خالص. انت حتى كنت هتضيعي بسبب ايه؟ انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي يا ديبو.
قبل ما اعرفك انا كنت تايهه، ما اعرفش انا مين وانا رايحه فين. اوعى تفتكر ان انا بس اللي غيرتك، انت كمان غيرتني، خليتني اشوف الدنيا على حقيقتها. انا بقوى طول ما انت بتقوى، وبعيش طول ما انت عايش وبتنجح وبتعمل الصح. هي دي الحياه، اتنين واقفين جنب بعض بيشجعوا بعض. اتكل على الله واعمل الصح، اتاكد ان بكره ده بتاعنا. هو مش بس اتعرض للاصابات الزهريه، لكن عنده توتر عصبي حاد مش هيفوق منه قبل بكره. يا ريت حد يكرر معاه نفس الحقنه كمان 8 ساعات. ماشي يا دكتور. انتوا بلغتوا البوليس؟ لا بوليس ايه يا دكتور؟ في ايه؟ ما انت شايف حال البلد. دول شويه عيال بلطجيه طلعوا عليه وثبتوه. البوليس بقى هيجيبهم منين؟ عنك عنك يا دكتور، انا متذكرة. اتفضل يا دكتور، اتفضل. السلام عليكم. فينك يا عم؟ يا عم موجود بس انت عارف المشاغل بقى. بقول لك ايه؟ هو الواد اللي قاعد مع السن هناك ده مين؟ ده ابنه. ابنه؟ ابنه. ابنه عايش بره مصر، بيجي يقعد اسبوع 10 ايام وبيرجع تاني. يا راجل. طب تمام، صباح الفل. هنطلع من هنا اصحاب، هتعمل اي عوض مش هنبقى اصحاب، تمام؟ خلاص يا فاروق؟ كده كله تمام. تمام. قولي لي بقى، عايزه مني اي حاجه تانية؟ لا تمام كده، بس ما تبقاش تاخر بكره. ماشي. عليا. سلام. بقول لك ايه يا حلو انت؟ الاسوره دي شاريها مني في امبارح وطلعت فالصه. لا يا اختي ما خدتهاش من هنا. لا يا حبيبتي واخداها منك، وما اديتنيش حقي تالت ومتلت، مانيش خارجه من هنا. حق ايه يا وليه منك ليها؟ خدي بقول لك حاجتك وشوفي مين باعها لك. بقول لك انت اللي بعتها لي، وشغل حلق حوش والنصب ده مش عليا انا. بقول لك ايه؟ كلمي كويس وخدي. يا طارق ايه ده؟ يا حرام عليك، 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 يا حرام علي
شويه. يلا يا ناس على بره. لم نفسك. يلا. تتعديش على اسيادك. يلا. اتفضل يا سن. اتفضل. نورتنا والله. اتفضل. حصلت البركه والله. والله انا خفت لا تقلق وما تجيش. تقول ان احنا عاملين لك كمين ولا حاجه. اللي المفروض يقلق اديبه انتوا مش انا. لانكم ببساطه عرفتوني مكان الخن الجديد بتاعكم. لا ما احنا عارفين انت مش تلعب معانا الدنيا. او من الاخر لما مؤاخذه كده انا مش هتعرف تعمل معانا حاجه. أنا ما بلعبش يا ميمي وأنت عارف كده كويس. اتصلت بيا ليه يا ديبو؟ عشان الأمانة. أمانة إيه؟ ما تفكر كده. مفيش حاجة واقعة منك. أوعى تكونوا اتصلتوا بيا عشان تلعبوني. إيه اللي عندكوا خلونا نخلص عشان ما نضيعش وقت بعض. لا اسمع كويس بقى. اسمع كويس اللي هنقوله وتنفذه بالحرف الواحد. عشان نفضل حبايب على طول. ومحدش فينا يأذي التاني. طيب. ممكن اعرف ايه اللي عندكم ولازم اسمعه وانفذه. محتاجين خدمه بسيطه. حاجه قصاد حاجه. اتفضل يا باشا. اتفضل. ها؟ ايه رايك؟ محكومة علي عيش مع
شاور.